بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. في فيديو سابق عرضنا الخطوات العملية لتقديم الأوراق للمرحلة الثانوية، سواء ثانوي عام أو ثانوي فني، أولى ثانوي، يعني تلامذتنا وأبنائنا وطلابنا الحلوين وأصدقائنا اللي هم كانوا في تالتة إعدادي وبعدين رايح أولى ثانوي. فطبعا تقديم الملفات الورقية أصبح الآن التقديم إلكتروني من خلال الموقع اللي هسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو وفي صندوق الوصف تحت هنا. فطبعا يعني في الخطوات العملية عند عرض الأمر في الفيديو السابق طلب مننا أننا نضيف كلمة السر واسم المستخدم، الإيميل وكلمة السر عشان يظهر لنا البيانات بتاعت الطالب. وبعدين حصلت يعني تعليقات كده أن الأعضاء الكرام المشاهدين مش عارف إيه كلمة السر وإيه كود وايه هو اسم يعني الاكونت اللي انا هسجل بيه، اسجل بالاكونت بتاع الفيسبوك ولا بتاع جيميل ولا اعمل ايه يعني. فعرضنا او اثرنا اننا نشرح المعلومة ديت في الفيديو الحالي. طبعا كل طالب المفروض ان له يعني كود الطالب، والكود ده كل طالب المفروض من يعني من اولى ابتدائي لحد تالتة ثانوي معاه الكود بتاعه. ولو انت مش عارف الكود بتاعك فيعني ببساطة هسيب لك في وصف الفيديو يعني ازاي توصل لكود الطالب مهما كنت في اي مرحلة او في اي عام دراسي او غيره. الكود ده بيكون عبارة عن 9 ارقام غالبا يعني، والتسع ارقام دول انا هكتبهم هنا بوصف رمز كده في هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بتكتب بعده علامة ات دي وبعدين كود المحافظة بتاعت حضرتك. يعني لو انت من اسكندرية ده الكود بتاعها اليكس 2، لو انا من كفر الشيخ مثلا بنكتب كي اف اس ماشي. وبعد كده بعد كود المحافظة دوت MOE اللي هي يعني وزارة التربية والتعليم المصرية، و EDU يعني Education ده الاختصار بتاعها، و EG طبعا Egypt اختصارها. دول ثابتين، المنطقة اللي بالأزرق دي ثابتة، وكود المحافظة كمان ثابت يعني بيختلف بس من محافظة لمحافظة، إنما في داخل المحافظة هو ثابت. والكود بتاع حضرتك يبقى ده اسم المستخدم، ده بيقول عليه الإيميل الموحد، ده الإيميل الموحد لكل الطلاب طبعا في مصر. تمام، حلو خالص، ده الإيميل اللي هتدخل بيه. طيب ايه كلمة السر؟ لانه هيطلب مني الايميل ويطلب مني كلمة السر. كلمة السر ركز معايا كده، هتكتب اس كابيتال وبعدين تي دي وبعدين هاش، ها او شباك كده، وبعد كده تكتب تاريخ ميلادك، اليوم مثلا 27 في شهر 5 سنة 2006 ماشي. بس مش هنكتب الالفين و يعني المئات والالاف يعني مش هنكتبها، هنكتب 06 اعتبار انها 2006، وزيرو 5 ده اللي هو شهر مايو شهر الخامس، ويوم 27 فيه طبعا بالطريقة دي. يبقى عندنا كده ده تاريخ الميلاد، تاريخ ميلادك انت، تاريخ ميلاد الطالب ده هتدخل بيه. هتلاقي على طول اول ما تكتب كود الايميل هنا، واول ما تكتب كلمة السر في الموقع طبعا اللي برضه هسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو هنا تحت، فمباشرة هتفتح الصفحة بتاعتك هتلاقي ان بياناتك ودرجتك والمحافظة اللي انت فيها وكل شيء تم يعني كتابته وانت في صفحتك بالفعل، وتبدأ تمشي مع الخطوات اللي عرضناها في الفيديو السابق. طيب ده يعني ببساطة المعلومة اللي حاولت أشارك بيها في الفيديو الحالي. لو عند حضرتك استفسار اكتبه لنا، وما تنساش طبعا تعمل مشاركة للفيديو ليصل الخير للجميع، فزكاة العلم نشره، وطبعا اشترك في القناة وانتظرنا في فيديوهات مفيدة قادمة إن شاء الله. شكرا لمشاهدتكم وإلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.